مساء الخير على حضراتكم مشاهدي القاهرة 24 في كل مكان، معاكم مي الكناني ولايف جديد وتغطية إخبارية جديدة من داخل محافظة الدقهلية. النهاردة محافظة الدقهلية شيعت جثمان شاب لقى مصرعه في إعصار دانيال بدولة ليبيا، الإعصار اللي اجتاح ليبيا وأسفر عن آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين. يعني احنا موجودين معاكم النهاردة من داخل قرية ويش الحجر التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. فجعة كبيرة بتعيشها أسرة الشاب خالد شرارة أو الشيف خالد زي ما يعرف عنه هنا في البلد، بعد ما لقى مصرعه غرقا داخل محل حلواني بتاعه. يعني الضحية كان بايت في المحل علشان طبعا التحذيرات اللي كانت موجودة في ليبيا وقتها ان ممنوع المحلات تتفتح، فهو كان قاعد وبايت في المحل اكل عيشه، لكن يعني العاصفة اجتاحت المحل وقضت على كل حاجة كانت موجودة داخل المحل بما فيهم الشاب خالد شرارة. احنا معانا النهاردة عم الضحية، هنعرف منه التفاصيل وازاي عرف بخبر الوفاة، وبنقدم طبعا خالص تعازينا لأسرة الضحية ولكل أهالي قرية ويش الحمد. الله يبحياتك. الله يسلمك. قولي لي الأول حضرتك عرفت الخبر إزاي؟ والله يعني الجماعة اللي شغالين معاه كلموا أخوه وبعتوا لي، قال لي تعالى، ففي مشكلة، جيت لقيت المشكلة، لقيت الموضوع ده. قالوا له إيه بقى؟ قالوا له إن هو فتحنا عليه الصبح لقيناه غرقان في المية. غرقان في المحل نفسه. هو المحل ده كان بتاعه ولا كان شغال فيه؟ لا، شغال فيه بتاع أخوه. شريك هو اخوه في المحل يعني؟ اخوه تقريبا. لا، اخوه شريك حد تاني. لكن المحل بتاعهم يعني؟ بتاع اخوه. بتاع اخوه. هو بقاله قد ايه مسافر ليبيا؟ تقريبا بقاله 6 شهور، تابع 7 شهور حاجه زي كده. 6 شهور ده يعني لسه مسافر قريب. هو عنده اطفال؟ عنده بنت وولد. بنت 7 سنين تقريبا وولد 4 شهور حاجه زي كده. مسافر علشان ولاده؟ طبعا. قال لي حضرتك ايه بقى قبل ما يسافر؟ والله عادي يعني، الراجل بيسافر ويجي عادي، يسلم عليه وبتاع، بيسافر عشان ياكل عياله وكده، انت عارفه ظروف المعيشه وكده. جالك امبارح حضرتك استقبلت الخبر امبارح؟ مش اول امبارح بالليل، بين ليلتين طبعا. متابع الخبر طبعا. يعني حضرتك ما كنتش متاكد لسه برضو من لا موضوع الخبر متاكدين منه من اول لحظه، لكن الاخبار بعد كده بقى تتظبط، هو فين كده يعني. هي الجثمان بس ما كنتوش لاقيين؟ وقالوا ان هو في المستشفى في البلد اللي هو فيها ديت، وبعدين هيتنقل طبرق، ومن طبرق هيجي على مصر. وعرفنا بعد كده ان في طيران حرب هيجيبه، فتواصلنا مع الناس اللي في طبرق، يعني لحد ما ركبوا الطياره وكده. ساعات صعبه جدا حضرتك هنا طبعا، بين القلق. طبعا ربنا يرحمه ونحتسبه عند الله شهيد يعني ان شاء الله. طب كلمنا عن حالة أسرته دلوقتي يعني. والله طبعا منهارين يعني، ما حدش يقدر يتكلم معاهم خالص. صعبة جدا. والده. صعبة، ما حدش يقدر يتكلم معاهم دلوقتي. إيه حضرتك كنت قريب من خالد؟ طبعا يعتبر ابني يعني. كلمنا كده عن خالد أكتر يعني، عرف الناس ليه. هو في ناس كده بتبقى أولاد موت يعني، هو باين عليه إنه ابن موت يعني، طيب زيادة شوية. يعني كان بيتعرض لحوادث مثلا أو مواقف حضرتك؟ لا هو من المدة كده تحس ان الطيبة فيه كده يعني، تيجي تتكلم معاه يعني تلاقيه من الناس اللي بتخش القلب بسرعة يعني. الله يرحمه. شكله ليه ذكريات ومواقف كتير مع حضرتك. طبعا ابني، مش كلام يعني. طب ايه اكتر موقف تفتكره الاستاذ خالد الله يرحمه؟ والله المواقف كتير، بس الواحد دلوقتي مش يعني انت حضرتك يعني باين عليك خالص التأثر بالواقع. ابن واحد فقد ابنه يعني طبيعي يعني. ربنا يرحمه. معايا وقت الحادث ولا كان؟ لا زوجته هنا. زوجته هنا موجوده هنا. موجوده هنا. هو اللي كان بيسافر. ربنا يكون في عونها. انت حضرتك قلت لي كمان اخوه دلوقتي بيعيش كارثه كمان بعيدا عن فقدان اخوه كمان. مصدر الرزق انتهى طبعا. ربنا يكون في عونه. ربنا يكون في عونه. النهارده كان في جنازه كبيره قوي للاستاذ خالد الصبح. الناس كلها كانت جايه بتشارك يعني، واضح ان هو كان حد محبوب قوي في البلد. ده لو كان المشكله كمان ان هي في وقت، مش وقت تواجد الناس، لو وقت تواجد الناس كانت تبقى البلد كلها موجوده. الله يرحمه. الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه.
نحتسب عند الله شهيد يا رب. يعني الواقعة صعبة جدا. طبعا صعبة. ابن حضرتك طبعا مش فيها كلام دي. موقف مؤثر جدا لحضرتك، حتى مش قادر تتكلم معايا يعني. مش هنطول على حضرتك، مش هنزيد عليك. بس تكلمني بس، يعني هو أستاذ خالد كان بيتكلم معاك عايز يعمل إيه في المستقبل؟ كان بيحلم بإيه في المستقبل؟ زي كل واحد عايز يأمن مستقبله ويعمل لنفسه حاجة كويسة وكده. كان بيقعد يتكلم مع حضرتك عن مستقبله؟ والله أنا مش في التوقيت ده مش قادر أتكلم عن حاجة، خلاص ما عادش قادر أتكلم بصراحة، مش قادر. تمام، مش هنطول على حضرتك ومش هنضغط عليك. يعني زي ما متابعين معاكم مشاهدينا، كنا في لقاء مع عم الشهيد خالد شرارة اللي اتوفى النهاردة في إعصار، اللي اتوفى في إعصار دانيال بليبيا، وتم تشييع جثمانه النهاردة. يعني مأساة بتعيشها قرية قويش الحجر التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بعد ما فقدت الشيف خالد. يعني زي ما سمعنا معاكم من عمه، طبعا الأسرة كلها في حالة انهيار تام، حدش قادر يتكلم ولا حد قادر يستوعب الصدمة اللي هم عايشينها. كان لسه مسافر من 6 شهور، عنده طفلين منهم واحد رضيع عمره 4 شهور، والبنت التانية لسه داخلة أولى ابتدائي. يعني أطفال هو سافر من 6 شهور علشان يأمن مستقبلهم وعلشان يوفر ليهم حياة كريمة. وكان بيشتغل في المحل المملوك لأخوه، لكن زي ما قلنا لحضراتكم وزي ما سمعنا من عمه إن زمايله في الشغل سابوه، كان بايت في المحل لوحده. تاني يوم راحوا يفتحوا المحل لقوه غرقان من الإعصار، والمحل كله ما فيهوش أي اتشال من جوه أو الإعصار قضى عليه خالص. يعني النهاردة تم تشييع جثمان خالد شرارة من قرية قويش الحجر. كمان محافظة الدقهلية فيها شهيد تاني من قرية ميت فضالة أحمد البلم، وتم تشييع جثمانه امبارح. يعني خالص تعازينا لأسر الضحايا، يعني ربنا يصبرهم على الابتلاء اللي هم فيه ويرحم الضحايا كلهم يا رب، ضحايا إعصار دانيال بدولة ليبيا. كنت معاكم مشاهدينا، وشفنا وسمعنا مع حضراتكم تصريحات عم شهيد الدقهلية خالد شرارة. بشكركم على المتابعة، وانتظرونا في تغطيتنا المستمرة معاكم من داخل محافظة الدقهلية.